تحتفي وزارة الداخلية في 18 من مارس من كل عام بيوم الشراكة المجتمعية، والتي تعد فكرا ومنهاج عمل ثابت في منظومة عمل وزارة الداخلية يتم تطبيقه بشكل يومي. أقامت محافظة ومديرية شرطة المحرق احتفالية بيوم الشراكة المجتمعية، والذي يوافق 18 من مارس من كل عام، حيث قدمت تشكيلات من عدد من إدارات وزارة الداخلية استعراضات ميدانية متنوعة يرافقها الفرقة الموسيقية للشرطة وفرق من كشافة وزارة التربية والتعليم. اليوم طبعاً محافظة المحرق تعيش يوم من أجمل الأيام، وهي المشاركة الجميلة ما بين الأهالي هالمجتمع الجميل مع يعني أفراد وضباط وزارة الداخلية في الشراكة المجتمعية اللي طبعا العالم أخذ بهذا النظام، وإحنا طبعا سباقين، ويعني هذه الممارسة اللي نعيشها يعني بواسطة النظام ذي ترى عشنا احنا أهل البحرين من فترات بعيدة عبر التاريخ. المشاركة الجميلة ما بين الشرطي وما بين المواطن، الحمد لله الشراكة بيننا وبين المجتمع في تفاعل وفي تقدم وتحسن دائما، واحنا نحاول أن نستفيد من كل الوسائل المتاحة والأساليب وتوظيف الفرص للتواصل مع المجتمع. احنا في مديرية شرطة محافظة المحرق قطعنا شوط، نعتز بما حققناه لكن اكيد نطمح للمزيد. اليوم نعتبره من اعز الايام بتمر علينا في محافظة المحرق، واحنا مبسوطين ومسرورين بهذا اليوم اللي بيحصل من عرض عسكري وشراكة شعبية. وقد القى العميد فواز الحسن مدير عام مديرية شرطة المحرق كلمة أكد فيها أن الشراكة المجتمعية تعني المسؤولية تجاه المجتمع، وتأكيد على تحمل المسؤولية لحماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، وهي تشكل هدفاً للشرطة تسعى إلى تحقيقه بين الشرطة والمجتمع من خلال تقديم خدمات نوعية تلامس حاجات المجتمع. وقد انطلقت الفعاليات من المجمع الأمني بسوق المحرق مروراً بشارع الشيخ حمد وحتى بيت الشيخ عيسى بن علي، وسط حضور متميز من المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا على جانبي الشارع معبرين عن تقديرهم للشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وتأمين الممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية. لله الحمد، هم الله يأجرهم ويوفقهم في تعبهم وسهرهم لتهيئة الأمن والأمان للمواطنين ككل وحتى الأجانب ولله الحمد، ومتعاونين في شتى المجالات. إنه مبدأ من مبادئ الإسلام الذي حثنا عليه الإسلام، أن نكون كجسد واحد ونبضنا واحد، وأن نعمل جميعا لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الرشيدة. احنا اليوم مستانسين وإن شاء الله دائما البلد المملكة في فرح، إحنا كلنا شعب واحد نحب بعض على جميع المستويات. الكل يساهم ويساعد الشرطة طبعا، لو نشوف شيء أي مخالفة في شيء إحنا نكون جنود، إحنا نكون شرطة، فهذه إحنا في محافظة المحرق إحنا يعني نعتبر روحنا شرطة في المحافظة كمواطنين صالحين. اليوم الفعالية متميزة لأنه في شارع المحرق الحيوي، شارع شويطر، شارع الحلوة، وشارع يعني شارع الشيوخ، ومن طريقنا كمان من عند المدخل المحرق بيوصلوا لبيت الشيخ عيسى، ليه داخل لجامع الشيخ عيسى، وقت تسمع اللواء والعرضة، وما شاء الله شرطة الخيول مال وزارة الداخلية. احنا اليوم مع محافظة المحرق وزارة الداخلية والمشاركة الاجتماعية في حفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين، وبصراحة أنا كمصري مقيم في البحرين بأحس دايما بالأمن والأمان، والبلد بصراحة
يعني ما حد يحس فيها انه غريب او انه من خارج البحرين. ويأتي الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف عديدة تصب جميعها في تعزيز روح المواطنة وزيادة معدلات الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على الوطن، وأن يكون للمواطن دوراً مسانداً في جهود تعزيز الاستقرار الأمني وإشاعة الطمأنينة.